شيخ فركوس اعتدى على مدارس عندها قرون كالأشعرية، وكان الأشعرية اللي كان نحيو الكتب اللي ألفوها علماء الأشاعرة في أصول الفقه، الشيخ فركوس ما يسيبش شيء يقرأ في أصول الفقه، مستحيل أبدا. احنا لما نتكلم على علماء الأشاعرة نعرف وش نقوله. فمن الخطأ ومن 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 الظلم أنه إنسان يقول الأشاعرة كالروافض كالجهمية كهذه تيارات وفرق دينية. نحن الذين درسناها نعرف بأنها تيارات مدى انحرافها عن الحق. فإذا قلت أن هذه التيارات كل المداخلة والشيعة والأحمدية، أنا مانيش نقول في المفاهيم والعقائد كيف كيف، أنا نقول كيف كيف في كونها تيارات مستوردة من الخارج، داخل تيارات الجزائر داخلة على مرجعية الشعب الجزائري. احنا عندنا قرون وحنا عندنا مرجعية جمعت بيناتنا، عايشين في دي عايشين في يعني في 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 وسطية، في وئام. التدين تاع الشعب الجزائري دائما وابدا كان عبر القرون تدين وسطي يتسم بالرحمه واللين والتعايش. نعم. فاذا بنا اليوم التيارات هذه، ومنها التيار المدخلي هذا، انا اقول عن علم وعن معرفه، التيار المدخلي هذا نشر العداوه، كيما نشر العداوه والبغضاء في صفوف المسلمين في العالم الاسلامي. ومن بينهم في بلد المنشأ ديال